ألف مليون مرحبا، ما ينفعش أرحب بيك في بيتك، لكن لا أقدر أقوله لك إن أنا سعيد جدا جدا بتواجدي معاك في مكان له فضل كبير تسمح لي أنا أرحب علينا بيك في كلنا بيتك؟ وهو النادي الأهلي. أنا أرحب بيك في بيتك. ربنا يعزك يا رب ويخليك. وأنا لما قالوا لي يعني تطلع مع الكابتن شوبير بكرة، قلت لهم فورا، شيء يعني يسعدني، واعتقد انها من خلالك ومن خلال تواجدي معاك بنقول يعني شعار ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي ان شاء الله، وطول ما في رموز وناس محترمين زي حضرتك ما نخافش على النادي الاهلي. خليني انا كتبت، قلت هوبا المعلم معايا كابتن عادل القيعي، انا بحب اطلع كلين شيت بيني وبينك يعني، لكن لما هتجيب فيها جوان مش هكون زعلان يعني. فقلت كمان ممكن اسجل اهداف، لكنه اعتقد صعب ان حد يسجل اهداف في شباك كابتن عادل القيعي اللي هو بقى حارس الاهلي الاصلي. النهارده خبر انتشر انه كابتن عادل القيعي استقال من رئاسة شركة الكرة في النادي الاهلي. لا يفتى وعادل القيعي في الاستوديو. الحقيقة الخبر ده انا بس يعني استنيته. استنيته. هيرغوا فيه امتى؟ نعم. هم نفس الاشخاص اللي من شهر اتنين لما انا عملت القرار بتاع ان امير توفيق يبقى مدير تنفيذي وإدارة التعاقدات يجي لها شاب جديد اسمه مروان تحت إشراف أمير بصفة المدير التنفيذي، نعم، ويدربوا وبتاع، طلعوا برضو هجموني وقالوا كلام لا يليق وقتها. وخلي بالك أنا امبارح مثلا شفت أمير وهو في أحد البرامج الرياضية بيدافع عن نفسه. أنا أزعم ان اقصى شيء انا على ليس الإنسان. لدي اي حساسيه ان احنا نقول كان مع الزميل مع الزميل ابراهيم الفايق طبعا عادي جدا، واحد من ولادي كان يعني. حوار نعم. كان حوار مثمر. نعم. استطاع امير بالمستندات انه يعني يبرئ ساحته، وانا بقول اقصى شيء واكثر شيء ظلما على اي انسان معتد بنفسه ان يضطر للدفاع عن نفسه. نعم. ما حدش هيحطني في اي لحظه في هذا الموقف. نعم. الحمد لله انا عشت طول عمري بمبدا امشي عدل احتار عدوك فيك. نعم. عشان اللي يجي يفتش ورايا ما لقيش غير الحيره والندم عليك. اتفتش وراك قبل كده؟ اه والله. اه هقول لك حاجه. قول لي. المجلس بتاع المهندس محمود طاهر، بس الحقيقه ما كانش المهندس محمود طاهر. نعم. هو اللي بيعمل التصرفات الصغيره دي. نعم. لكن كان في حد. نعم. جنبه كلمني حد من النادي، يا كابتن ما تزعلش مني، انا طالب مني ان انا الم التعاقدات والعقود عشان في بكره مؤتمر وعايزين يراجعوها، الظاهر عايزين يدوروا على غلطه ولا حاجه يعلنوها في مؤتمر يعني. اعمل ايه؟ قلت لهم تعملوا ايه؟ ادوا لهم كل العقود. وانتوا فاهمين ان انا سايب ما يشني او ان انا هعمل ما يشني؟ دي اللحظه يا كابتن احمد انا وانا قاعد مسؤول ما بفكرش غير فيها. نعم. هو اللي هيجي ورايا لما بيحبنيش يقدر يلاقي حاجه؟ لا يمكن هيلاقي حاجه باذن. نعم. الله. ليه؟ لانك انت بتشتغل بشغف لصالح نادي. والله العظيم ثلاثه لو انا بتشطر في حياتي الخاصه كنت بقيت من اكبر رجال الاعمال في مصر. نعم. زي ما بعمل في بحاول اعمل مع النادي الاهلي. نعم. لكن النادي الاهلي زي ما انت قلت استحوذ عليا، فماشي عايزين 13 في رموز الاهلي. هي خطه ماسونيه قديمه بيتبعها بعض الناس في كل المجالات وماشيه في الكوره، اكذب ودلس وهاجم وقلل من منافسك هتلاقي ناس تسمع. انت بتتكلم على النادي الاهلي ولا على عادل القيعي؟ لا انا بتكلم عن النادي الاهلي وعادل القيعي وكل شيء. أوه. مرتبط انت بالنادي. انت شايف ان هناك حمله؟ مش على عدلي، عدلي أنا ده ايه؟ انا هكمل والله. حمله على النادي الاهلي ومن ضمنها بعضا من رموز الاهلي اللي هم زي حضرتك. اذا اعتبرتني رمز انا بقول بعض من الناس اللي عندها مصداقيه عند الجماهير. نعم. عايزين يقللوا من كل حاجه تخص النادي الاهلي. نعم. بس يعني المؤلم ان انا اعلم داخليا من يغذي هذا الامر. حد مش على قدر المسؤوليه، لكن مش هقوله ومش هتكلم فيه. وانا مش وانت ما تسالنيش وانا مش هفتح فيه. هو بس يا رب يسمع كده ويراجع نفسه. طيب.